الرحمن الرحيم، اسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا ومشاهدينا عبر القنوات الناقلة لمهرجان المرموم الختامي 2022، شوط الحقائق، الانتاج المفتوح، دبي ريسنج ويا قناة ياس ناقلة للأحداث هنا المتواجدة والمتقدم. هذا الشعار القني عن التعريف في المركز الأول، شاهين عمر بن معيوب بن سلطان بن جابر، المركز الثاني، ثاني الوصول وثاني القدوم، متواجد وحاضر. هذا الشعار الحاضر والمتواجد والمندفع حجام حمد بن شطيط بن سالم الوسمي، سعيد بن سالم بن علي بن سالم الوهيبي، المركز الثالث، ثالث الوصول، معرف محمد بن حديد بن علي، المركز الرابع، رابع الوصول، رابع المتحديين، رابع المستوى الباز، محمد بن عامر بن حمود الباد، المركز السادس، أرى القادم هناك بشار محمد بن خليفة بالبيب الشام، لكن أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى النجم اللامع المتقدم والمندفع، اللون الأصفر حاكما على الصدارة، حاكما على المركز الأول، يريد الفوز، يريد الناموس، يريد إفراح وعشاق هذا الشعار. مع هذا الشعار القادم هنا إخواني قادما بقوة، هذا الشعار الحاضر بمركزي الثالث، معرف يبي يعرف على المركزي الثاني، يبي يتسلل على المركزي الثاني ليشعل المنافسة في هذا الشوط، في هذه الأجواء الجميلة. الله، أجواء خيالية في دانة الدنيا دبي، في دبي الكل حاضر، المضمرين عشاق الشعارات المتواجدة، وصلت الشعارات، حضرت الشعارات، اقتربنا، اقتربنا على خط النهاية، 1600 على خط النهاية، وما زال هذا الشعار معرف متواجد وحاضر. بالمركز الأول شاهين عمر بن معيوب بن سلطان بن جابر على المركز الأول، المطاوعي بالمركز الأول بجماهيره، بمؤازرينه، بحاضرين هنا، والتضمير المميز والعملاق لشاهين. لكن عينك 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 على القادم من الخلف بالمركز الرابع، القادم الغربي، الغربي صالح بن سالم بن مكتوم، عينك على هذا الشعار الأخضر. لكن الأصفر، الأصفر بالمركز الأول يطير بالكيلو الأخير، الكيلو المثير، شد الأعصاب، كتم الأنفاس، ما بعد كيلو إلا بالأفراح العارمة حتى نهاية هذا الشوط. روح يا راعي شاهين، مؤازرينك وعشاقك يطالبون بالمركز الأول وما زلت على سيطرتك. بالمركز الأول، المركز الثاني، الله يا معرف، معرف محمد بن حديد الجليبي متواجد بالمركز الثاني، لكن المركز الثالث القادم هنا والمتواجد شايب، شايم شايم شايم، عبد الله بن سليمي بن محمد الوهيبي، اشتعلت في الامتار الاخيره، امتار النوماس ما بعد امتار، روح روح يا راعي شاهين، لكن شايب، الله 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 الله، با 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 على هذه السرعه، على هذا القدوم، معرف معرف يريد يتعرف على الناموس، انت بالمركز الاول، نعم تعرف على المركز الاول، لكن شيم هنا الامتار الاخيره، معرف معرف يا
يعلن بالفوز. سلام يا ميدان البشاير على هذا العرض المميز مع معرف. نعم تعرف على الناموس وانتزع هذا الشوط. تهانينا وألف مبروك لمعرف بالمركز الأول بهذا محمد بن حديد الينيبي بهذا المركز الأول. المركز الثاني المركز الثاني شايم عبد الله بن سليم بن محمد الوهيب. المركز الثالث مريع علي بن عبيد بن بخيت بن رشيد. المركز الرابع الطليلي ناصر بن سعيد بن سالم العامري. المركز الخامس شاهين لعمر بن معيوب بن سلطان بن جابر. تهانينا والف مبروك للمركز الاول صاحب معرف. التوقيت الزمني وانقطاع المسافة 5:51 وست اجزاء من الثانية. تهانينا مجددا لعشاق ومازرين هذا الشعار، الف مبروك. المركز الثاني 5:52 5:52 ثانية واحد جزء من الثانية.